بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الثلاثاء تعلن عن مقتل مستوطنة إسرائيلية في عملية فدائية بمنطقة حولون قرب مستعمر تل أبيب عصر اليوم الثلاثاء. ويقول قائد شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي حسب ما نقلت القناة السابعة العبرية أن التحقيقات أظهرت أن مقتل المستوطنة جاء على خلفية قومية ونفذها فلسطيني تمكن من الانسحاب من المكان. قوات الاحتلال الصهيوني تجري أعمال بحث وتمشيط في منطقة حولون بحثا عن منفذ العملية وسط تحذيرات من تنفيذه هجوم آخر يستهدف مواطنين صهاينة. وعثر على المستوطنة مقتولة عصر اليوم في شارع هشم نائم في حولون قرب منطقة تكثر فيها ورش البناء. وتشير وسائل الإعلام العبرية إلى أن كاميرات المراقبة في المنطقة سجلت لحظات تنفيذ العملية بآلة حادة ضرب بها المنفذ المستوطنة على رأسها. يأتي هذا الخبر بعد يوم واحد فقط مما سمحت به الرقابة العسكرية الصهيونية، حيث سمحت بالكشف عن تفاصيل تزعم فيها أنها نجحت في جيش الاحتلال الصهيوني في اعتقال خلية عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في منطقة شمال الضفة الغربية وجنوبها. وتقول هذه الأخبار الصهيونية أن أحد نشطاء حماس من قطاع غزة متهم بتوجيه هذه الخلية التي كشفت عنها سلطات الاحتلال الصهيوني. وبحسب تقرير نشرته صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية، فإن أحد نشطاء حماس في غزة قد نجح في تجنيد 7 أشخاص من الحركة في محافظتي الخليل ونابلس، وأوكل إليهم مهمة تشكيل بنية تحتية عسكرية للحركة للقيام بتنفيذ عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه. وذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أن المعتقلين من الخليل هم مصعب هيموني وأحمد أبو داود وعز الدين الزين وعماد أبو خلف وعبد الله القواسمي، فيما الاثنين الآخرين جرى اعتقالهما من بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، وهما مأمون وكمال حناني، وقد جرى تجنيدهم كما تقول وسيلة الإعلام الصهيونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وبحسب التفاصيل المزعومة فإن عناصر الخلية قد حصلوا على الدعم المالي والمعلومات حول كيفية تصنيع العبوات اللازمة لتنفيذ العمليات واشتروا قطع سلاح. وادعت وسيلة الإعلام الصهيونية أن السلاح والمتفجرات قد تم ضبطها بعد اعتقال عناصر الخلية. وزعمت الصحيفة العبرية أن الناشط الحمساوي في غزة يقوم بتجنيد الخلايا في المنطقة لتنفيذ العمليات، وتلقى عناصر الخلية تعليمات لتنفيذ عمليات إطلاق نار وعمليات تفجير. وقالت أنه جرى تقديم لوائح اتهام ضد المعتقلين 7 تحمل 3 تهم هي التخطيط للشروع في القتل والإعداد لتنفيذ العمليات والانتماء لتنظيمات محظورة. ونقلت أيضا وسيلة الإعلام الصهيونية عن جهاز
المخابرات الصهيوني الشاباك أنه يزعم أنه كشف عن الخلية العسكرية، وهذا يثبت الجهود المضنية التي تقوم بها حماس في غزة والخارج لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية. نرى أحبابنا الكرام كيف يفشل الصهاينة أنه الآن يكشفوا عن خلية ثاني يوم تنفذ عملية. إذن هذا عمل مضاد للجهود الصهيونية أنه ينجح مقاوم فلسطيني في تنفيذ عملية على خلفية وطنية وعلى قاعدة مقاومة الاحتلال الصهيوني، كما حدث في عملية اليوم في قتل المستوطنة الصهيونية بالقرب من مقتصبة تل أبيب. الآن في هناك هجوم على مواطنين، منازل مواطنين في حي وادي الجوز بالقدس الليلة، حيث يقوم عدد من المستوطنين الصهاينة الليلة بمهاجمة بيوت المواطنين الفلسطينيين في حي وادي الجوز في شرق مدينة القدس المحتلة، حيث قام عشرات المستوطنين واقتحموا مجموعة من منازل المواطنين في حي وادي الجوز، وتصدى لهم مجموعة من الشباب في المكان. هذا الأمر يعني يشير إلى حجم التغول الاستيطاني والهجمات من المستوطنين. هذه الهجمات التي تتم تحت سمع وبصر وحراسة وحماية الجيش الصهيوني. هذا هو الوضع الليلة في فلسطين المحتلة، هو مقاومة مستمرة حتى يأذن الله عز وجل بالنصر والتمكين لهذا الشعب الصابر المرابط المجاهد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.